هاي، هيدي للصبايا الحلوة توب 10 feminine perfumes، العطور النسائية الأكثر أنوثة إلي. بالمرتبة العاشرة Pink Sugar Sensual، اسم على مسمى، لونه زهري ومستوحى من أجمل باقة من الأزهار. بالمرتبة التاسعة Guerlain La Petite Robe Noire Maroc Cocktail، فيكن تشوفوا الزجاجة بتلاقم الفستان الكوكتيلي اللي بيعطيك الحيوية كأنك فراشة طايرة من باقة لباقة عم تشم الورود والأزهار. أما بالمرتبة الثامنة Tom Ford Black Orchid، أوف هيدا فخامة، بدو امرأة قوية وجريئة لأنه بيمتلك من أزهار خشبية فيه ياسمين دارك شوكولت والعنبر. بالمرتبة السابعة Tom Ford Noir، هيدا العطر من اسمه وريحته وشكله كله غموض ورومانسية، هيدا العطر لملكة الشرق الأوسط. بالمرتبة السادسة شانيل شانس، هيدا غني عن التعريف، يعطيك الحيوية والنشاط لكل امرأة بديه. بالمرتبة الخامسة فيكتور أند رولف فلاور بوم، عن جد انبلي، هيدا شو ما كان مزاجك وشو ما كنت لابسة رح يبرزك قدام كل الناس ويبين أنوثتك بالأزهار الشرقية. المرتبة الرابعة باكو روبان أوليمبيا إنتنس، هالعطر دراما مثل ما هو مدور بدور الراس، عنده نوتات عالية من الفانيلا العنبر والياسمين. أما بالمرتبة الثالثة جون بول جولتي سكاندل، هيدا غرامة، هيدا عسل، لا عن جد عسل، فيه عسل طبيعي سويت سويت سويت. أما بالمرتبة الثانية ديور مس ديور، أيتها الإمرأة العظيمة الشابة الأنيقة، إذا بعدك ما جربتي هالعطر ما تحكي معي، عم بمزح، إذا بعدك ما جربتيه جربيه وادعيلي. وأخيرا بالمرتبة الأولى جوسي كوتور فيفا لا جوسي جولد كوتور، هيدا العطر ساحر مثل اسمه، وجولد مثل جولدن سانت، هيدا رشة وحدة مع إطلالتك بعملك بيرفكت، بقولوا ماشي بيرفكت بلا، مع هالعطر أنت بيرفكت. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمجموعة العطور اللي حتطلعك امرأة جميلة وريحتها بتعقد. ترونا بطبطن جايين لتعرفوا شو في عنا أكتر عن العطور.